كمان بستغرب من المرتزقة العابرين للقارات والبلدان. عانى سكان بعض الأحياء في الخرطوم ومدرمان من قصف عشوائي سبب خسائر كبيرة للمباني، وكمان حصلت بسبب إصابات. المقطع الجاي ده لمرتزق من مرتزقة ليبيا. شنو يا زول، ما زال قليل من كثير، انت داير تمشي لأهلك في صندوق ولا كيف؟ أو زي ما قال أبو عبيدة، في أكياس سوداء. يا زول مالك ومال المشاكل وتخارج، لأنه لو وقعت في يد أسود نديل بتنجغم. دايرين زول يشرح للليبي ده ينجغم بالليبي يعني شنو؟ لا أكبر، لا أكبر لله الحمد. نزل الوقت، نزل الوقت، حاول سريع هوي. كبر بدل الله أكبر. تحية لساوي، نجيبكم ثاني. أبو أنت أولاد الكلب من الغنم البطيل، ما زال جايبها. ما زال هذا قليل من الكثير. بسم الله دريات تشتم. الله أكبر. الله أكبر. بل بسرح بل. برضو من العجائب وحق المقطع ده نوريه لناس ما زال عشان يعرفوا الأسود ديل كيف. بالله فدائيين تقتلوا الدعامة وتاكلوا بسكويتهم كمان، والله دي غنائم سريعة حار حار. نشوف الفيديو. تحقق من الله شت تحقق، شت تحقق من ذا عارف انا جاي ده، انا شت تحقق. لا بس طويل طويل هم ميتين طويل قال له قال له قالوا زيدهم والله عارف ده بس طويل لا لكن ولا من نمت ولا من عارف لسه ماشيين قدام